يا ماما ماما. ايه ايه يا ست الكل، يا صاحبة المدارس، يا دكتورة، يا مربية الأجيال، في ايه؟ في ايه ازاي كده ليه؟ هو في ايه؟ في فضيحة، فضيحة كبيرة قوي قوي ليكي ولينا كلنا معاكي. فضيحة؟ فضيحة ان شاء الله. ولا انت بتداري على عملتك بالزعيق ده، ولا فاهمة ان احنا هنخاف من صوتك العالي؟ مين طارق نصار؟ هو ايه اللي مين طارق نصار؟ ما انت عارفة هو مين. بلاش مين طارق نصار، بينك وبينه ايه؟ لا يا جميلة ما اسمحلكيش تقفي قدامي تتكلمي بمنتهى الادب. هي حصلت؟ دي حصلت وحصلت. مش بقولك الفضيحة هتبهدلنا كلنا معاكي؟ خدي حبيبتي اتفرجي على نفسك وانتي بتكلميه فيديو كول من اوضة نوم آية وبابا الغلبان الله يرحمه في الاوضة اللي جنبك ولا ده بيعمل بأي حاجة. مرات طارق نصار جاتلي النهاردة وعرفت طريقي، جاتلي حد المكتب وكانت شبه بتهددني، يعني انا اول واحدة هدفع تمن عمايلك السودة دي. اوعى تصدقوا كلام ده، ده اكيد حاجه متلفقه. يا بنتي انت مش سمعتيني وانا بتكلم في التليفون وبقول لهم يوقفوا التعامل معايا؟ اه سمعت بس ما صدقتش. انت كنت عارفه حاجه؟ اه يا جميله عارفه، شفتهم بعيني محدش قال لي. لا ما تبصليش كده، انا شفتك وانت قاعده بتحبي فيه وماسك ايدك وبيبوسها. بحب مين يا بنتي؟ انا كنت هقول لك يا جميله بس خفت. لا لا طبعا، انا لو في حاجه بيني وبينه مش هستنى منكم الاسم، انا حره. لا ما انتيش حره، ما انتيش حره، عملتي كده وانت على ذمه راجل. وفوق ده كله ام، عارفه يعني ايه ام ولا ما انتيش عارفه يعني ايه ام؟ بس عليكي اكيد بابا كان عارف، كان عارف وكان قلبه حاسس، عشان كده ما سابلكيش ولا جنيه. طيب انا ست وحشه عشان كده ابوكي ما كتبليش حاجه، واخواتك ليه كمان ما ساب لهمش حاجه؟ اكيد كل واحد فيهم عامل حاجه وانا هعرفها قريب. ما كانش يستاهل منك كده ابدا، وانا ما اعرفش عمري هسامحك على اللي انت عملتيه ده ولا لا. مش هعرف. اشترك في الباقات الشهرية والسنوية بإعلانات وبدون إعلانات، وما تفوتش عرض رمضان على الاشتراكات السنوية.